إبراهيم أنهى الأسبوع الأول بباربيكيو وافتتح الأسبوع الثاني بباربيكيو، لكن قبل ما يولعوا الحطب خلينا نتابع المسابقة الأسبوعية. قريبا جدا قريبا جدا شو قريبا جدا يعني؟ قريبا قريبا جدا شو اللي قريبا جدا طيب؟ قريبا جدا قريبا جدا في هذه الليلة دوش يا جماعة اثنين شو خاص يا نبيل قريبا جدا في هذه الليلة ما في شيء دبرنا ما بيعرف يا نبيل عم بغيروها نجوم ومدري شو شو لقيت هي لقاها هي فوق وين كانت؟ صدق شفت انا حسيت الخشب ملعوب فيها انا مش حتى انت اللي عمل الباب والباب كان مقفول كيف يعملوها هيدي؟ هون بالمنقل يعني ايه؟ بالهيلة تبع الشوي لقد ربحت آلة موسيقية رائعة مع كامل قطعها ومستلزماتها رحلة يعني ايه؟ يلا فوق 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 شو؟ شو؟ آلة موسيقية ربح ميشو ميشو نزلت لقيها من فوق طلع فوق بالباربيكيو بالمنقل لقاها أنا صافي بالخشبات وطلعت لقيت شكله متغير ما انتبهت وين بدي أحط شو يعني قريب من الدفات اللي نجوم لا الكبيرة خبيها خليها ها؟ طيب يا ميشو يلا 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 مبروك لميشو يلي كان معصب اليوم وبكرة بتعرفوا شو السبب لاقوني هالمرة هو زعلان مني وأنا ما بعرف شو وأنا أصلاً ما بدي بقى أعرف شو لأنه طول تيقلي شو وصلي يومين ناطرة يقلي شو بقله شو بك وما بقلي أنا عم بهددك فيها ميشو أنا إذا مشكلك تعب أنا عم بهددك فيها للورقة أنا هددتك فيها للورقة شي أنا ما بقى بدي ما فرجيتك إياها أصلاً بتقلي آخر هم العالم أنا مش شايفة حدا عم بيشوف شو عم تحكي العالم غير أنت أنا ما عم رد على حدا وبطل آخر هم العالم كرمال ارتاح وكرمال ترتاح أنا أنت لمين حكيني من العالم انت عم بتقول العالم مفكره وانا ما بدي انا من ورا الاس ام اس لك في شاب بيجلي عن بنت شوكي ما عم خليها تجلي عم بحكي بابسط اشياء عم بحكي بالجلي انا بحياتي ما جليت انا امي بتطلب مني اجلي ما بجلي لها لان انا ما بقى برضاها على حالي العالم تشوفني من برا انه انا طرطور قدامها لثانيه قال العالم مفكره انه هو طرطور طب اذا هو هيك انا شو انا اكله عم سخن له اياه باخذ له غسيلات وبغسل له اياه هون شو يعني؟ ما مثله
ما انا ما بيقنع ما سببه ما بيقنع ابدا ما انه سبب هيدا لأهم شخص عندها هي بالنسبة لها وبالنسبة لهالشخص هي أهم شخص عنده أنا ما رح إشي أعمل عكس اللي هو بده إياه